هنا تعرفا وهنا بدأ من جديد. هنا وجدا نفسيهما الضائعة منهما، ووجدا ما يثبت ذاتهما وكفاءتهما، وهنا أيضا وجدا كافة الوسائل التي تساعدهم على التغلب على مشاكلهم الصحية والجسدية. إنهما زكريا وعبد اللطيف، طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المكان هو مدرسة ابن الأرقم في مدينة حارم شمال إدلب، حيث تشرف عليها الجمعية السويدية وتتكفل بكافة متطلباتها. عم نتعلم، عم ندرس، عم نرسم، عم نلعب. هون أحسن ولا بالبيت؟ هون أحسن. ليش؟ أنا عم ندرس. عم يركبونا بالسيارة ونجي وبينزلونا، نبرك نكتب ونرسم. القائمون على هذه المدرسة يعملون بكل طاقتهم في محاولة منهم لاستيعاب أكبر عدد من هذه الفئة من عمر 3 سنوات وحتى 20 عام. يسبق ذلك دراسة مستوفاة عن كل طالب تشمل الوضع الصحي وفق التقارير الطبية التي توضح حالتهم الصحية من حيث طبيعة الإعاقة ودرجتها، ومن ثم تبدأ مرحلة التعامل والعلاج والتعليم والإشراف على حالتهم المشابهة لحالة زكريا وعبد اللطيف. كان أول أسبوع كله تعارف على الأطفال وعلى كيفية تفكيرهم، على طريقة التعامل معهم، على طبيعة حياتهم، كيف عايشين في بيوتهم، كيف شو نشاطات شي بيمارسوا بيوتهم نحن ما بنعرفها. مرحلة تأهيل هؤلاء المعاقين ودمجهم في المجتمع بشكل فعال هي المرحلة اللاحقة، حيث يقوم فريق مختص بفرزهم حسب نوع الإعاقة الذهنية كمتلازمة داون والشلل الدماغي والتأخر العقلي البسيط والتوحد، والإعاقة الجسدية كإصابات الحرب والشلل وغيرها، لاتباع طرق وأساليب تعليمية تلائم كل منهم وفق جدول أنشطة تعليمية وترفيهية كالرسم والكتابة ولغة الإشارة. لاحظنا أن المنطقة بحاجة لهيك أمور، لأن في عدد قليل من المراكز لها الأمور هاي. تمام، فخطر على بالها الفكرة هاي أنه إنشئ مدرسة أو دار للذوي الاحتياجات الخاصة استقبل فيها حالات لها شيء معين ولها خصوصية. يعني إهمال هذه الشريحة بسبب ضعف الوعي المجتمعي المرافق لظروف الحرب التي تسبب بتأخر متابعة حالاتهم زادت العواقب الكارثية لدى بعض المعاقين وتفاقمت حالتهم الصحية. تقدم هذه المدرسة خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة كالرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي وتوثق الصلة بينهم وبين أسرهم والبيئة الخارجية. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، حارم.